السلام عليكم. هنتكلم في حلقتنا النهارده ان شاء الله عن مراجعه وتحليل الحلقه 16 من مسلسل ثلاثه قروش وعن توقعات الحلقه 17. قبل ما ندخل في حلقتنا النهارده، يا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده لما تنزل، وما تنساش تتابعنا على الانستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك. ويلا بينا نبدا في حلقتنا النهارده. حابب قبل ما اتكلم في اي حاجه اوضح نقطه مهمه، لان في بعض الناس منكم زعلت في الكومنتات، وطبعا انتوا تهموني جدا، فلازم اوضح وجهه نظري. انا ما بنتقدش المسلسل ولا بتحامل عليه، بالعكس انا كل التساؤلات اللي بقولها بقول انا مش عايز ابقى بنتقد انتقاد لاذع وانتقاد حد كده، واسالكم واقول لكم واحكموا عقلكم وانا احكم عقلي معاكم، وبنسال التساؤل وبنطرحه وبنشوف اسبابه هل هي منطقيه ولا لا. انا اتحملت على المسلسل، وانا اصلا من اول ما بدات القناه وانا ما بهاجمش اي مسلسل، ودايما بحاول ان انا ابعد الهجوم وابعد الانتقاد، بحاول اطلع الحلو، بس بسلط الضوء على التساؤلات اللي مش مجابه، وده من اول مسلسل الحفره. انا بحب المسلسل جدا وما بتحملش عليه، ولكن كل الاسئله اللي انا سالتها انا شايفها انها منطقيه، ويعني معظمكم كلكم بيعمل يعني متفق معايا فيها يعني. فيا ريت اللي مش متفق مع اي حاجه انا بقولها يتناقش معايا في الكومنتات، قول لي وجهه نظره واوضح له وجهه نظري. لكن لا هقارن مسلسل ثلاثه قروش بالحفره ولا اي حاجه، الحفره خلاص مسلسل وانتهى تماما، صعب جدا نقارنه باي مسلسل تاني. انا بس هقارنه ببوراس كارايل عشان خاطر اكتر من 100 واحد فيكم طالب ده، واكتر من 100 واحد فيكم بيقول ان المقارنه مسموحه، لان هم وانا بعد ما شفت المسلسل ينفع نقارن بين الاثنين، لان هم نفس الستايل بالظبط، فينفع نقارن بينهم. غير كده ما ينفعش نقارن اي مسلسل تاني بمسلسل، لازم يكونوا نفس الستايل. حبيت اوضح النقطه دي قبل ما نبدا. مسلسل ثلاثه قروش زي ما قلنا كان بدا بدايه هاديه، وبعدين كذا حلقه ورا بعض كانوا اقوياء جدا، وبعدين بقى له حلقتين الاحداث فيها نوعا ما بطيئه. فملخص الحلقه كلها ان باي بارس ضحك على ناريمان وقال لها ان هو شغال عند باي بارس وان اسمه شيتين وان هو بيحبها وكده، وبعدين خلف منها، وبعدين عرفت ان هو باي بارس وخد ابنها منها، ان هو خيرها ما بين عيلتها وما بين ابنها، هي اختارت عيلتها وخد ابنها منها ورباه، هي بقى نزعت الكره دي عندها. فالحلقه كلها كانت بتدور حوالين ده، وحوالين ان فرحان بيكتشف بالعلاقه دي وبيفضحها قدام كارتال. على الصعيد الاخر ايفا بيحاول ان هو يعني بقى مع شيتن عشان خاطر يحبس كوركوماز او يقبض عليهم كلهم، وفي نفس الوقت بيخلاص يعني ايه، نقدر نقول ان كارتال بقى في جيب ايفا كده، لان المخدرات عارف مكانها وهيبلغ عنها وبشكل كبير جدا. هل يا ترى هيتم القبض عليه ولا لا؟ لا انا ده وجهه نظري، لا ومش هيعمل. بس لو شيتن معرفش في الحلقه الجايه ان ريمان مامته، هيبقى الموضوع اوفر بشكل كبير، لان فرحان غرق الحي كله بالصور، فطبيعي جدا ان شيتن اصلا وقفه هيكونوا في الحي، هيشوف الصور، هيعرف انها كانت معاه، هيربط الامور ببعضها لانها اكيد هتوضح وهتقول لكارتال. فلازم الحلقه الجايه يكون اللقاء ما بين الام وما بين الاب اللي ما بينهم هما الاثنين. عاجبني جدا بقى يعني شفنا قوه باي بارس، ان هو عارف ان فرحان بيراقبهم وعارف مكان فرحان فين بالظبط، وسايبه يعني بيعمل لمصلحته، ودي النقطه اللي انا بقولها. نزيه ما كانش باين القوه بتاعته دي نهائي، لكن باي بارس واضح القوه مع الممثل ان هو فخم وبشكل كبير، فواضح القوه دي. بهار وكارتال انا شايف ان الموضوع يتحل بقعده ما بينهم، ولكن طبعا عشان خاطر الدراما لازم يبعد الموضوع ما بينهم، ولكن بهار بتعمل كل ده عشان خاطر يعني حتى بتساعده، فهي ساعدت كارتال، خلت كوركوماز مش هيقتله، وفي نفس الوقت خلت كوركوماز مش هيقتل ايفا لان هو ابن عدنان، وده الطبيعي جدا ان هو هيخاف منه، لان عدنان المحامي بتاع باي بارس كوركوماز اترعب اصلا، شفنا المشهد ان هو اترعب حرفيا. طب ايه اللي هيحصل في الحلقه اللي جايه؟ الحلقه الجايه زي ما قلت اكيد ناريمان لازم تعرف ان تشيتن هو ابنها، وخلاص الموضوع هيبقى مكشوف، وتشيتن هيبقى كاشف حاجاته، فيبقى هو خلاص هو اللي كده ايه عارف خلاص باي بارس، عارف اللي هو عايزه من باي بارس، فكده مش هيهمه بقى موضوع ايفا ان هو يتحالف مع ايفا ولا مع كارتال، هو خلاص هيهمه يتخلص من باي بارس لانه كارهه بشكل كبير. ولكن يظل السؤال مطروح، الجوهره اللي شيتن خدها ازاي ازاد لحد دلوقتي ما خدتش بالها؟ يظل السؤال مطروح، مين ابن باي بارس اللي كان هيتجوز بهار اصلا؟ يظل السؤال برضو مطروح، مين ابن باي بارس الثاني؟ لان هو في المشهد قال لها انت ليكي اخين والاخين مش موجودين، اللي هو المفروض كانت شيتن، المفروض في اخ ثاني غير ازاده. فهل يا ترى كل ده هيبقى في طي النسيان ومش هنبقى خلاص عارفينه، ولا ايه اللي هيحصل؟ ده المفروض الاجابات دي تتجاوب عليها في الحلقات اللي جايه. بس ده تقريبا كل اللي عايز اقوله في حلقتنا النهارده، وزي ما قلت الحلقه كانت احداثها تتعدى على الصوابع، ما فيهاش المجال المساحه للكلام كتير، فمش هكرر الكلام كتير، وفي انتظار بقى الاعلان الا برضه في حاجه جديده هنتكلم فيها، ما كانش هنستنى الحلقه اللي جايه باذن الله. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير للحلقه، ويا ريت تسيب رايك في الكومنتات، ويا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل، وما تنساش بقى تتابعنا على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى تيك توك، واشوفكم في حلقه جديده باذن الله.